هذه علامات إذا رأيتها في يومك تأكد أن الله راض عنك ويحبك. ما هي علامات حب الله للعبد؟ وكيف يكون العبد على يقين تام بأن الله جل وعلا يحبه وعلى رضا تام لهذا العبد؟ لقد سألت عن عظيم وأمر جسيم لا يبلغه إلا القلائل من عباد الله الصالحين، ومحبة الله هي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون وإليها يشخص العاملون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. اللهم اجعلنا من أحبابك. ومحبة الله لها علامات وأسباب كالمفتاح للباب، ومن تلك الأسباب: أولا، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثانيا، الذل للمؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله وعدم الخوف إلا منه سبحانه. وقد ذكر الله تعالى هذه الصفات في آية واحدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم. ففي هذه الآية ذكر الله تعالى صفات القوم الذين يحبهم، وكانت أولى هذه الصفات التواضع وعدم التكبر على المسلمين، وأنهم أعزة على الكافرين فلا يذل لهم ولا يخضع، وأنهم يجاهدون في سبيل الله جهاد الشيطان والكفار والمنافقين والفساق وجهاد النفس، وأنهم لا يخافون لومة لائم. فإذا ما قام باتباع أوامر دينه فلا يهمه بعدها من يسخر منه أو يلومه. ثالثا، القيام بالنوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل نوافل الصلاة والصدقات والعمرة والحج والصيام. رابعا، الحب والتزاور والتباذل والتناصح في الله. وقد جاءت هذه الصفات في حديث واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا. رواه أحمد. وصحح الحديثين الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومعنى المتزاورين فيها أي أن يكون زيارة بعضهم لبعض من أجله وفي ذاته وابتغاء مرضاته من محبة لوجهه أو تعاون على طاعته. وقوله والمتباذلين فيها أي يبذلون أنفسهم في مرضاته من الاتفاق على جهاد عدوه وغير ذلك ممن أمروا به. انتهى من المنتقى شرح الموطأ حديث 1779. خامسا، الابتلاء. فالمصائب والبلاء امتحان للعبد، وهي علامة على حب الله له، إذ هي كالدواء، فإنه وإن كان مرا إلا أنك تقدمه على مرارته لمن تحب، ولله المثل الأعلى. ففي الحديث الصحيح: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ونزول البلاء خير للمؤمن من أن يدخر له العقاب في الآخرة، كيف لا، وفيه ترفع درجاته وتكفر سيئاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وبين أهل العلم أن الذي يمسك عنه هو المنافق، فإن الله يمسك عنه في الدنيا ليوافيه بكامل ذنبه يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أحبابك، فإذا أحبك الله فلا تسل عن الخير الذي سيصيبك والفضل الذي سينالك، فيكفي أن تعلم بأنك حبيب الله. فمن الثمرات العظيمة لمحبة الله لعبده ما يلي: أولا، حب الناس له والقبول في الأرض، كما في حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ثانيا، ما ذكره الله سبحانه في الحديث القدسي من فضائل عظيمة تلحق أحبابه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. فقد اشتمل هذا الحديث القدسي على عدة فوائد لمحبة الله لعبده. الأولى: كنت سمعه الذي يسمع به، أي أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله. الثانية: وبصره الذي يبصر به، فلا يرى إلا ما يحبه الله. الثالثة: ويده التي يبطش بها، فلا يعمل بيده إلا ما يرضاه الله. الرابعة: ورجله التي يمشي بها، فلا يذهب إلا إلى ما يحبه الله. الخامسة: وإن سألني لأعطينه، فدعاؤه مسموع وسؤاله مجاب. السادسة: وإن استعاذني لأعيذنه، وهو محفوظ بحفظ الله له من كل سوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. فمن علامات حب العبد لله أن يحب الخلوة، ويأنس بمناجاة الله وتلاوة كتابه. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هناك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أوحى الله إلى بعض عباده: إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم، وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي، ويذكروني وأذكرهم. فإذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقدتك. قال: يا ربي، وما علاماتهم؟ قال: يرعون الظلال بالنهار كما يرعى الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جن الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش،
وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم، وناجوني بكلامي وتملقوني بإنعامي، فبين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي، فهنيئا لهم أن الله فهنيئا لهم أن الله يحب.